وقد جاء في لفظ هذا الدعاء الذي يقال بعد الوتر صيغتان. الصيغة الأولى أن يقول المرء سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. والصيغة الثانية جاءت عند الدارقطني بإسناد جيد أن المرء يقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما جاء ربما أتى باللفظ الأول وربما أتى باللفظ الثاني. وهذا الدعاء جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد الجملة الثالثة، ومعنى مدها أي أنه يمد حرف المد فيها وهو الألف والواو والياء، فيقول سبحان الملك القدوس وهكذا. وقد استدل أحمد من قول عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد التسبيح أنه يشرع فيه الجهر بل يندب، فيشرع رفع الصوت فيه، وهذا هو المسنون في هذه اللفظة.